بهدف التعريف باللباس التقليدي الجزائري وإبراز دوره في حفظ الهوية الوطنية، وتزامنا مع الاحتفال بستينية الاستقلال، تم تنظيم الطبعة الخامسة للمهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري. إضافة إلى وجود 70 عارض من 30 ولاية، أين عرضوا أزيائهم التقليدية التي خاصة قاومت الاستعمار الفرنسي. اليوم طبعا هذا اللباس، يعني ربطنا اللباس بالمقاومة، طبعا المقاومة أيضا بين الذاكرة والحاضر. لماذا؟ طبعا زمان الجزائري قاوم الاستعمار الفرنسي طبعا بلباسه من أجل طبعا فرنسا التي أرادت طمس الهوية الجزائرية، ولكن قاوم الجزائري الفارس الجزائري خلال المقاومة الشعبية، أو الثوار أيضا الذين لبسوا الشابية، حتى أن ملامحها تغيرت لكي تسهل عملية تنقل الجنود في الجبال. أيضا الملحفة التي كانت لباس كل الجزائريين، كل القطر الجزائري، والهيكل المنايا اللي كان الجزائري يختفي يعني يتخفى بهما من أجل طبعا مرور الأسلحة إلى غير ذلك. المهرجان الذي تم تنظيمه بمركز الفنون والثقافة قصر ياس البحر شهد عرض كل الأزياء التقليدية التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن، والتي ارتبطت معظمها بفترة المقاومة الشعبية على غرار برنوس الأمير عبد القادر الذي كان محل اهتمام العديد من زوار المعرض. أشهر زي تقليدي في المعسكر هو البرنوس، وخاصة البرنوس في فترة الأمير عبد القادر. هذا نموذج من برنوس الأمير عبد القادر الذي تم استلامه عن طريق مؤسسة الأمير عبد القادر من دمشق، حيث قامت ولاية معسكر آنذاك في سنة 2004 بتسليمه مع بعض مقتنيات الأمير عبد القادر إلى مديرية الثقافة والفنون، معها جزء من سرير وقطعتين من شمعدان. زوار المهرجان استحسنوا المبادرة كونها جعلتهم يتعرفون على الأزياء التقليدية لمختلف مناطق الوطن وقصص وتاريخ كل لباس تقليدي. شوفوا بلي كاين بزاف المواد يستعملوها، وهذا اللباس فيه شغل هيبة، كي نشوفوا بني آدم لابس هذا اللباس نشوفوا بلي كاين حطة نتاع كما نقولوا حطة نتاع زمان. ماذا بينا تقعد ثقافة وتولي ثقافة عند الشبان، رانا نشوفوا بلي كاين بزاف الشبان يجيو لهاد المعارض يحبوا يتعرفوا على هاد الاشياء. جيت ولقيت المهرجان هذا صافي ان كون بليزير، شفنا لي تراديسيون تاع بلادنا اي سا دون حاجه باهيه يعني بلادنا بوغ لي جون، يشوفوا لي تراديسيون يشوفوا اي فريمون فورميدابل. مثل هذه المعارض تعد فرصة لنشر ثقافة اللباس التقليدي وسط الأجيال الشابة والتأكيد على الحفاظ عليها كموروث ثقافي تزخر به الجزائر.